مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا. واليوم كنتواجدوا بهذا المنزل فين كيتواجدوا ورثه اخوه توفى الاب ديالهم استافدوا سنه 1993 في اطار برنامج محاربه احياء الصفيح الذي تم انجازه من طرف جماعه الحضريه لسيدي معروف. كانوا ساكنين في المدينه القديمه، كانوا رابوا لهم الدور، كانوا داير الخيام في المعرض الدولي. من بعد جاء قرار ملكي بان هاد الناس يستافدوا بالشقق، وبالفعل تم النقل ديالهم للشقق ديالهم واستافدوا منها. استافدوا من 1993 2005 توفى الاب ديالهم، بقاو الاخوه اللي مضمنه الاسماء ديالهم على حساب اللي كانوا عايشين في هذيك الشقه في المدينه القديمه. من بعد ناض واحد الاخ ديالهم ما ساكنش معاهم، مستقل هو والزوجه ديالو والوليدات ديالو، دعاهم على اساس انهم كيستغلوا الحق ديالو في هاد الدار. على حساب القول ديال الاخوه كيقول لك حنا ما عمره ما جا دق الباب ومنعناه، ما عمره ما جا قال لك بغيت نسكن في حقي ومنعناه. اصلا هو في الحياه ديال الوالد ديالهم راه كان مستقل هو والزوجه ديالو بسكن خاص ديالو. المهم دار دعوه عليهم، تحكمات الدعوه بان هاد الاخوه غيديو مبلغ 42000 درهم و 696، هذا كمبلغ على استغلال الحق ديالو في هاد الشقه. اليوم هاد الاخوه كيتسائلوا كيقول لك كيفاش حنا غيتحكم علينا بهذا المبلغ وحنا ما عمرنا ما حبسناه، وبشهاده الجيران اللي كاينين دابا اللي كيسكنوا في نفس العماره كيقول لك ما عمر هاد السيد جا دق وجراو عليه هاد الناس، ما عمر هاد السيد طالب بالحق ديالو وجراو عليه، ما عمر كان شي شجار، ما عمر ما مشى للمخفر الشرطه اللي قريب ودار شكايه باللي حنا منعناه انه يستافد من الحق ديالو. هاد الشيء ما عمرو ما كانوا اللي غنسمعوه ان شاء الله اليوم من الاخوه. ها هو القرار 42696 درهم. السلام عليكم. انتم المعنيين بالامر، يعني انتم اللي ترفعات في حقكم دعوه انكم استغليتوا الحق ديال الاخ ديالكم، صدر الحكم. بغينا نعرفوا على لسانكم شنو اللي وقع بالضبط. تفضل خويا. تفضل مرحبا. اختي هاد السيد هو مستفيد معنا في 93، كنا في المدينة القديمة، طاح الدار عندنا، استفدنا هاد الشقة من طرف سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني. اختي هو كان ساكن معنا في الحياة ديال الوالد في 97 في هاد الدار نيت، مرضاش بالعيشة اللي كان عايش معنا، خرج اختي كرا هو في الحياة ديال الوالد، في الحياة ديال الوالد ديالو ديالنا جميعا الله يرحمه. دازت الوقت اختي تال دار بينا دعوه قضائيه، صدر عندنا الحكم ب 4,054,000 ريال نخلصوها كاستغلال الملك. انا اللي بغيت نعرف اختي هاد الشقه هادي هي ما مخلصه ما والو اختي، فهمتي؟ حنا مستفيدين، كاينه 72 عائله ومنها هما الناس اللي معنا دابا في الموبل، ما عمرنا درنا ليه شي امتناع وحبسناه. تولينا كنشوفوا ما عمرو دق الباب وحبس. الله يرحم لك الوالدين. ها انت اختي دابا اللي بغيت نوضح لك، هذه اختي ميت لها الراجل، حتى هي ما كانتش عايشه ملي مات لها الراجل، الله يرحم الوالدين، جات كانت كاريه، فهمتي اختي؟ عندها وليدات ميت لها الراجل، هذاك دير الحديد في دارو ما خدام ما والو. انا مازال كنقولوا ها هما في شهاد الناس كنبيعوا نشري شويه في الحوت، فهمتي اختي؟ كي غيدير بنادم اختي تيجمع هذا المبلغ ديال 4,054,000 ريال وقال لك 1000 درهم الشهر، واش هي البورتما ما ملك ما والو؟ انا كنطالب يكون واحد التحقيق في هذا الحكم اللي صدر علينا، حيت كاينين شي ناس بالنسبه للحكم قال لك 1500 درهم عن كل يوم تاخير، عن كل يوم تاخير او امتناع على الاداء. الله يرحم لك الوالدين. دابا الناس راه كاينين هنا في الحومه اش كيقولوا لي؟ كيقولوا لي اوه وسيدنا اعطاكم شقه وما مخلصه ما والو، ولا اخوكم دير لكم هذا الحكم، ولات لها هي مره كتبكي كيطلعوا عند الجيران اختي كيصبروها، فهمتي اختي؟ ما كاين لا تيتر لا والو. مسجله يجيب لينا يدلي لينا غير بوقفه وحده بان الدار راه محفظه ومسجله، كيفاش هذا الاستغلال اللي خرج لينا؟ حنا تفاجئنا لحد الان، انا ما تفهمش ليا. اي واحد كنهضروا معاه كيقول لينا حنا كيفاش هذا الشيء؟ ما يمكنش هذا الحكم يخرج وهي ما عندها حتى ورقه، كاينه استفاده، كاينه ورقه وحده ديال الاستفاده، قرار استفاده، قرار استفاده. حاجه وحده نزيدك اختي، شدناه في حسن، هو هذا اختي، ها هو دوكير ديك الاسماء، دوكير اختي في المرصا، هو هذا كي جا من الحج دار علينا، هذا ما كنقروش، خونا ومستفيد معانا
وليني اللي محرضو هو مصطفى خويا اللي كيسكن في المدينه بلا ما ندخلوا الاسماء بلا ما ندخلوا الاسماء. انا علاش كتب سميتو اختي حيت هو الشناف حتى هو خونا وليني انت مستافد في 83 في المدينه اما حسن كان معانا هنايا. نحيدوا الصوره ونكلموا واخا عطيني الصوره لان ممنوع لنا بين الصور ديال الاشخاص واخا تفضلي عاودي اللي قلتي يعني كان هذا مصطفى حسن كان معانا مستافد معاكم هنايا ولدينا سهل عليه الله ومشى شرع صافي بوحديتو خرج ماشي حنا اللي جرينا عليها بنتي هو اللي خرج بوحديتو واحد الوقت حياه الوالد ديالكم في حياه الوالد الله يرحمه واحد الجامع بوحديتو خرج شويه تجاتنا السيدة احنا من عند عون قدائم تفاجئنا ما فهمنا والو نهار اللي جانا العون قسما بالله بنتي تفاجئنا نعم كيقول لينا اخوكم شنو شنو عندك النهار الفلان فلاني عندكم جلسه ملي كنمشيو فرمشه عين تحكمت المحكمه ما فهمنا والو ما فهمنا والو وكيقول لك المحكمه كلها ديالي قال واحد السيد هنا معانا في الموبايل قال لي انا ما بغيت الفلوس لا والو قال لي انا بغيتهم غير تشتوهم وليداتهم محشومه عليك انت حجيتي انت راك حاج وواحد الخدمه ما يخدماتك بيها حيت اش كنتي بلا ما غادي نهضروا لا لا بلا ما وراه هو عارف الا شاف هاد الفيديو ديالي راه غيعرف ويتفكر كي كانت حياته راه ديما تبكي ديما راه يطلع عند الجيران وانا راه ديابيت 20 عام هادي في اختي لا حول ولا قوه الا بالله واخا وكيحضروا معنا الجيران اللي قالوا لك حنا ما عمرنا شفنا هاد السيد جا ما عمرنا شفنا تفضلوا هادو الجيران جارنا هو نعم هو خرج بقى محيي وباقي بوحي هاد السيد اللي دعاهم مشى دار المقر ديالو هو ولادو مشى دا ولادو نعم. ما جا دق يعني خرج بالتراء مع والديه مع والديه ماشي مع خوتو نعم مع والديه اي واحد مع والديه عايش تزوج دار في امكانيات كيعزل كيف كنقولوا ما جاو عليه ما خرجوه ما والو نعم. ما عمروش جا تقدار وقال لهم عطيونا حقي ولا عطيوني شي حاجه ما عمركم سمعتوا انتم ما عمرنا سمعنا رمضان انا حداهم انا عند دروج الباب ديالي عند دروج هذا الباب هو عند حداه لاحقاش ملي كيكون واحد الخلاف ما كاينش تكون شويه كيجي الضغط ولا تحقي ما عمرو طلع هنايا اول مره غادي نشوفو انا من نهار ما تباه نهار جاب العون القضائي هنا تلاقيت مع برا من تما ما عمرني شفتو ما عمرو دخل هنايا ما عمرو جا دق عليهم باش جراو عليه ولا قالوا لي ما تاخذش حقك ولا ما عمرو جا طلب الطالب بهادشي هذا جاتهم ستيل جات ما سالش وعد بنتي كيجي للدرب هنايا كيشد الناس كيبقى يسب فينا ويعاير فينا كيقول لهم راه داري هذه راه انا ما غنمشي حتى شتتهم ما غنمشي حتى نخرجهم شوفي شوفي كبيره استغفر الله العلي العظيم غادي نموتوا غادي نموتوا فهمتي نقول لك كلمه وحده كنبلغ لهاد حسن شي هنا راه كاع الناس كيقولوها علاش كيفاش حسن كنتي مع خوتك كونتاك من تبعت الارض شديتي ديك البركه رجع لي راجعين حنا باش غيكمل لينا السيد تقلبتي علينا ما بقيتي تقولنا لا سلام لا والو تعمرتي وراك يالله هادشي اللي غنقول لك شوف يا بنتي يا سعاد هاد الصالون اللي كتشوفي فيه جا عندنا قال لنا تخويو لينا الصالون خويناه بشهاده هاد الناس ما جيراننا بشهاده هاد الناس اللي كتشوفي فيهم قال لنا غتخوي لينا الصالون ديالنا غندير ليه باب خويناه بعنا داك الفراش بقى لثمن بعناه لواحد السيده هي كاينه في الدرب نيت هنايا باش تخويو ليه باش نخويو ليه منين جا خلاه لينا بحال هكاك لدرجه ماتت اختي عندنا ما تسختي عندنا اشنو كريناها وما جينا نقولوا لك كرينا كراسه باش يبركوا الناس من بعدها تقلب علينا غير فرشنا ماك الواليد مشينا درنا اختي هذيك عده الاراثه اللي فيها هو وفيها داك مصطفى هي باش دلا راه ما كاين حتى شي حجه بهذا الشيء لهاد الدار اختي سوا ما عندنا شي قال ورقه ديو كامل منين الدراري خوتي شدوا ديك البركه ديال باش ما تبا باش بعنا ديك البلاد فرشوه رضوان وعزيز باش فرشوه هاد الصالون فرشوه اللي كتشوفي فيه في الاخر نهار عاش في الصالون تفرش ناض لينا المحكمه واخا استنفنا خلينا استنفنا الحكم استنفنا الحكم وباقي ما عرفتوش ولدرجه استنفنا الحكم ولقاني في المحكمه الصباح غير اليوم الصباح قال لي الشي انا حالف تنشتك تي وليداتك انا كنقول لك ابنتي ماشي طرف سيفت والمره الاولى ملي كنا في الابتدائيه انا واقفه انا وهاد خويا وغادي ندوزو عند الرئيس وكيهضر مع واحد الراجل ويقول لي الشي هادي كانت عاملها وحا
هي ولدها وجبتها. لا حول ولا هذا خوك. ما بقيتش نقدر نقول خويا. لا قلتيها هذا لقيت علاش ما بقيتش نقدر نقول خويا اختي. حيت اش بنتي هذه الخدمه اللي كيتعنى بها هو امي اللي شرات عليه. الوليد الله يرحمها لاقا هي اللي شرات حالي بالسيف. قالت لي تهلا في خوتك هذه تهلا يا ليدا ياسين. ها هي تهلا يا بنتي والحمد لله. الحمد لله. بغيت تضيف شي كلمه خويا؟ اللي بغيت نبلغ السيده هي في الشيء في قرار الاستفاده. شوف اش بنا في حسن راه كاين في قرار الاستفاده ومصطفى ما كاينش في الاستفاده. وخليني نتكلم. من درتي يا حسن ديك عدد الموتى والاراثه على حساب الارض حين تملك تباعت هذيك حسن وين في قرار الاستفاده؟ كنقول لك كلمه واحده الله يرحم الحسن الثاني. انا باقي شي والو نشنق راسي ولو نشنق راسي فيها يا حسن. مصطفى راه خارج على القرار حين قلت لك حسن نهار المحكمه حدا القهوه وانا ركبت الطاكسي حمراء. انا عندي السكر عارف راسي غادي نموت. الموت ما تكونش بيناتنا وما تشوفش ليا وجهي. السلام عليكم. درتو هادو هبه من عند الملك. هبه ملكيه من عند الحسن الثاني الله يرحمه. انا رجعت واخا راه نعم فهمتي. الله يرحم سيدنا. 72 عائله ما كاينش اللي مخلص شي حاجه الان 27 عام حنا حاضينا شي الدار ها حاضينا. حنا كنطلبوا من الناس المعنيين بالامر ينوضوا ولا خرجوا طريطات ونعرفك فونكسيونير كتشد مليون و900 الف فرنك اجي نخلص انا وياك هنا صافي. حيت ما بقاتش الاخوه وقتي انا ما عممتش راه باقي الناس كاينين ولاد الاصل ولاد العائله. هذا راه ما بقى لا خوت ما بقى لا خوت لا والو. خويا من ولا خوك كيتقابل معاك بمحامي وكيجي خوك كبير حتى كتحترمو في المثابه ديال الاب ديالك كيجي كيدير فيك ها. والله اختي ديك النهار دار فيا طلع فيا من التحت. علاش انا ما فونكسيونير ما والو واني طابع ديال الوالدين. انا ما حضرتش لامي والله ما حضرت. كنت في واحد الموقف الدراري يقولوا لك هاد المره اش كتقول لها؟ كتقول لها انا باغا نشوفها ولدي وما شافتنيش وما حضرتش ليها. والله ما كان خير اقسم بربي العلي العظيم والله اختي. هو ما يدوم حال اخر تموت. انا قلت لي زعما لا كان على فعل هذا الشيء ما يشوفش وجهي شي نموت والله اختي ما يشوف وجهي. انا قللت ونتمناو ان شاء الله الصلح الحاجه. شنو تقولنا على هذه العائله؟ شنو تقولنا على اخوهم اللي راه كشي دابا وصلوا للمحكمه وخارج واحد القيمه مبلغ اللي ماشي ساهل. ما بلغنا هنا عمرهم ما جعلتهم ما كيجيش عمرهم ما حد خوتي ولا قال المحكمين ولا قال جراو عليا يعني عمر جراو عليه هما ولا ما جراو علي ما لقاوه ما قربوني. من خرجت مع مو خلى مو بحال يعني الدار محلوله في وجه ديما سد واحد اختي وما راسو هو هذا ممكن تعطيني غير في ولدك وجهك تما صافي. واخا انتجارتهم الحاجه ما تضريش عندي انتجارتهم انا جارتهم واخا حيتش من عندهم حاضر المولد حاضر الفؤاد نعم واني السيد راه ما جاريتش عليه راه قاعد في الدار هنايا كان جالس لي كانت مو واقف حيه وملي باقا مو نعم. غير دوري وجهك الحاجه اللي ما بغيتيش تبان هو بس نيتهم قبل ما تموت خرج هواي وانا ما خصوش ندير معاهم بحال هكا ياك راه واحد وصلوا للمحكمه وخارجه واحد المبلغ ديال 4 المليون و52 الف ريال تقريبا بحال هكا ياك. شنو بغيتي تقولي ليه الا كان كيسمعك؟ والله يهديه الله انا وليد اللي ما تشوفش انا نجوني داء صدمنا هاد السيد خويا كيفاش فرام شفت عين تحكمت علينا المحكمه بهذا القدر الاستغلال ما فهمنا والو ما فهمنا كنتوا ما حابسينوش ما فهمنا حتى شي حاجه. حنا بغينا غير نشوفوا هاد الحكم اللي تحكم كيفاش داروا ليه. الكلمه ديالك خويا كنطلبوا من القضاء اختي
يديروا بحث في هذا الشيء. حتى هذا المركب السكني راه ما كاينش اختي اللي مخلص شي حاجه يكذب على قدام شي حاجه وحده. انا نقولها لك كاين شي ولي امر هنا رب اسره كاين اللي يخلصها وكاين خلص على النص ربما خلص والو وتصنطي محسوبه ب 7,800,000 فرنك فهمتي اختي. هاد الابارتوم وهاد الشقه هادي محسوبه ب 7,800,000 فرنك سيد. انا كنقولها لك انا صريح حسن شي انا بلا ما نذكر الاسماء استغفر الله العلي العظيم كون كنت انا كنشد داك المبلغ ما نتحاربش مع خوتي بحال هكا. حيت كما قالت السيده الخاوه حد الدنيا. انا عارف راسي مع السكر غدا ولا بتغدا غنموت اقسم بالله اختي. انا ما نشوفش وجهي شي الا بقينا مع القضاء بحال هكا وجهي ما تشوفوش اقسم بالله. انا قلتهم عارف راسي غنموت صراحه اختي. لا حنا بالعكس ما نتمناوش يكون القضاء بيناتكم. حنا كنتمنى ان شاء الله الصلح ويجي عندكم وتصالحوا ان شاء الله. اختي هاد الدار ما مشريه ما مكريه. الله يرحم سيدنا الله سيدنا مولاتها الله يرحم سيدنا الحسن الثاني هو اللي هدانا هاد الشقه للوليد ماشي على الوليد. راه كاينه 72 78 نهار طاحوا الديور في الليله ديال العيد الكبير 93 كانوا جاو الناس ديال السياج بغاو يدخلوا من دقوا باش يدخلوا باش على حسب طريطاتو وخلاص دقوا على الوليد باقي الوليد حي منهم بلا ما نذكر الاسماء ديالو باش كانوا واقفين معاه. قالوا ليه السلام عليكم قال لهم الوليد العام قال لي الشريف راه حنا جينا من طرف الناس ديال السياج وهادي اش درتوا راكم غتخلصوا. اش قال لهم الوليد الله يرحمه قال لهم انا من تحت الدار حنا كنا ربعه ديال العائلات كادريه من تحت وماتوا شي ناس. قال لي يا ولدي انا عاشق ما خرجتهاش اش كتقول يا ولدي اش غنخلص. بقاو دوك الناس كيضحكوا زادوا ما بقيناش شفناهم الان اختي وراكوك بقينا احسن دابا اختي من 93 دابا 27 سنه ايوا راه الديور 27 عام وحنا اش كنخلصوا فيهم الماء والضو. الا كانت شي حاجه من غير هادي ونزيد اختي راه مشيت جبت هذا من خضوع لاداء الضريبه ها هي عندي انا مشيت جبتها من دار الضريبة ما كنخلصوا لا ضريبة لا والو بغيتيني ندلي لك بها ها هي كاينه اختي في مع الوثائق ما كنخلصوا لا ضريبة لا والو. الحمد لله والشكر لله ولسيدنا الله يرحمه الله يرحمه. هادشي اللي غنقول لاختي. اذا مشاهدينا كيف تبعتوا معنا حنا ما كنتمناوش نجيو نلقاو اخوه واصلين المحاكم يعني وكاين غرامات ماليه والله يحسن العوان راه السيده ما خداماش والسيد خدام في الحوت يعني شويه الظروف العائليه صعيبه شويه. هنا هاد الشقه فين هو راه قرار استفاده سنه 1993 في اطار محاربه دور الصفيح. كنتمناو تصالحوا كنتمناو الخاوه كيف قالت السيده الخاوه حدها الدنيا لكن اليوم هاد العائله فقط عندهم سؤال واحد قال لك حنا ما منعينوش على الاستغلال ما عمرو دق الدار ما عمرو جاب حوايجو من هنا جاب المسائل ديالو قال لك انا جاي انا وليداتي ومرتي نسكنوا ومنعنا ما عمر ما كان هذا الشيء. ف يعني صدر الحكم اعتبروه بالنسبه لهم قاسي قال لك حنا ما عرفناش ما عمرنا سدينا باب دارنا فانه يصدر الحكم صعيب علينا شويه. نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى الامور ترجع للمجاري ديالها واحسن حاجه كنتمنى هو ان الصلح يتم بين الاخوه مشاهدينا. ما بقى لي الا ندعكم ما كاين ما احسن من الصلح. دمتم في امان الله الى اللقاء.